خلينا نتابع هذا التقرير عن آخر استعدادات المنتخب المصري وكذلك التشكيل المتوقع لهذه المباراة. يمتلك منتخب نيجيريا تاريخا كبيرا في كأس الأمم الأفريقية، فهو ثاني أكثر المنتخبات وصولا للمربع الذهبي في تاريخ البطولة بعد المنتخب الوطني، حيث ظهر نصور نيجيريا في البطولة 18 مرة بداية من نسخة 1963 وحتى الظهور الأخير في البطولة الماضية قبل 3 سنوات، لينجح الفريق في انتزاع اللقب 3 مرات عوام 1980 و1994 و2013. يقود نيجيريا فنيا مدافعها السابق أوجستين إيغوافون الذي لعب في كأس العالم، وذلك بعد الإقالة المفاجئة للألماني جيرنوت روهر المدير الفني السابق للنصور. وأصبح كينيتشي إيناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزية الوجه الأبرز في تشكيلة بلاده بالكاميرون، بعدما رفض واتفورد السماح لمهاجمه إيمانويل دينيس بالمشاركة، بالإضافة لغياب فيكتور أوسمان هداف نابولي الإيطالي بسبب معاناته من فيروس كورونا. يتواجد منتخب النصور الخضراء في المركز 36 عالميا فيما تأهل للبطولة الإفريقية بعدما تصدر المجموعة 12 بالتصفيات متقدما على سيراليون وبنين وليسوتو. مباراة الغد هي الثانية لمصر ونيجيريا في افتتاحية مشوارهما بكأس أمم إفريقيا، وكانت المرة الأولى حينما بدأ الفراعنة الدفاع عن لقبهم في كأس الأمم الإفريقية في نسخة 2010 بمباراة افتتاحية صعبة ضد النصور الخضراء، وهي المباراة التي فاز بها المنتخب الوطني بثلاثية عماد متعب وأحمد حسن ومحمد ناجي جدو. فهل يكرر الفراعنة انتصارهم على نيجيريا في نسخة الكاميرون، أم يثأر النصور لهزيمتهم السابقة؟